يا مرحبا يا مرحبا. يلا حيهم. حياكم حياكم. تفضلوا تفضلوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا. يلا حيهم. حييك. هذا احنا دشينا وهذا احنا قعدنا وبادين وعلى بركه الله. بسم الله وعلى بركة الله. حياكم الله مشاهدين مشاهدين قناة الريان الفضائية في وطن الحبيب في قطر، وين ما كنتوا يا مرحبا بكم، ونتشرف بصحبتكم في برنامجكم الجديد اللي راح يناقش العديد من القضايا البحرية والعلمية اللي تحتاج إلى توضيح. ومعاي في الحياة البحرية ومع أخواني وحياة هل البحر في الماضي والحاضر، راح نصحبكم بجولة واسعة عبر أمواج بحر الحبيب قطر عشان تشوفون بأم عينكم جمال وبديع ما تحمله هذه الشواطئ والمياه في طيات من معلومات وكنوز بداخلها. راح يكون وياي أخوي محمد بن سعيد مهندي. الله يحييك يا أبو سعيد. الله يحييك. مدير إدارة الثروة السمكية. وإحنا نبقي السمك ونبقي نتكلم عن كل شيء. طبعا على يميني مبارك بن راشد الهاجري، واحد صياد السمك، واحد من قواصين هالقطار ومن اللي غسل كبده في البحر. وعلى يساري هلا مبارك، وحش المنقف، وحش لا اله الا الله، احمد بن سالم الهاملي اخوي العود. حياك الله يا ابو. ناخذ وطير بحر ويعرف كل صغيرة وكبيرة في البحر. ومعاي علي بن إبراهيم الفضالة أخوي العود. مبارك. يا مرحبا. عضو في الموارد في الثروة السمكية. لا. ولا في الموارد السمكية؟ لا لا لا، الموارد الثروات المائية الحية. الثروات المائية الحية. الثروات المائية الحية. إحنا نبغيك حية ميتة، نبغيك كلكم، نبغيكم. أبشر أبو مبارك. وأنا أتشرف بوجودكم. برنامجنا ما نبي نطول عليكم، برنامجنا اسمه البندر. ايش معنات البندر؟ العين ما تعلى على الحاجب. انتم موجودين، كل واحد يقول لي علشان نقول حق مشاهدينا هذا برنامجنا وهذه فوائد برنامجنا. لكن في البدايه نبي نعرف ايش معنات البندر من عند اخوي ابو سعيد. والله البندر ما هو يعني كلمه قديمه هاي تتداول، يعني فدائما تطلق على الاماكن اللي تريح فيها السفن. يعني حتى في بعض المناطق اللي موجوده في الخليج العربي، يعني في بعض المناطق الساحليه يطلق عليها بندر، يعني بالاسامي بندر المنطقه، بندر كذا، بندر. فهذه حتى في القديم كانت عباره عن بعضها كموانا للسفن القديمه، يعني هي مناطق استراحة السفن. وبعض المناطق اللي البحرية في وسط البحر يطلق عليها بندر، مكان اللي هي يعني تريح فيه السفن. بيض عليك ابو سعيد. اللي دار عليك الهواء وين بتروح؟ والله البندر هو اساسنا عن الهواء. واللي دار عليك الهواء مالك الا البندر. مالك الا البندر. ويكون اقوى اقرب بندر لك، اما يزيره ولا في شوت الاخوان، يعني في اخوان ابو ابراهيم. اخواني كفوا ووفوا. البندر تلجأ الى السفن في ضربه الهواء. ضربه الهواء. ضربه الهواء تزبن السفن في البندر. في البندر. ابو عمر شو يقول؟ انا اقول الله يسلمك، نفس ما قال الله سبحانه وتعالى في سوره يونس: وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه استانسوا فيها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.
فالبندر من ضمن الأسباب اللي الله سبحانه وتعالى ينجيهم. الحمد لله الحمد لله. الله خير. وأول ما نبدأ به تقرير نشوفه وياكم ونرجع خلكم ويانا. هو يا مال هو يا مال هو يا مال. هني الماضي والحاضر ومكمن العشق للإنسان لك طريق. فهو منبع التراث والإبداع اللي تقنه أبائنا وأجدادنا الأولين حتى غدت الزبارة من أهم المواني التجارية على مستوى الخليج العربي. تحدى الإنسان لقطري أمواج البحر وشق طريقه في أعماقه باحث عن خيراته ليرجع في نهاية رحلته محمل برزقه وقوته وقوت أولاده. هالحظ هالحظ كل من عدلته هي صوابكم مالي هي والله يا يبا. كان بناء المحامل الخشبية التقليدية للتجارة والغوص على اللولو هو الركيزة الأساسية في الاقتصاد القطري قديما. حبك براني ودعى ضامر يسرى. وما ننسى صيد الأسماك أيضا كان مصدر من مصادر الغذاء. ظليت ظليت أنا صفك أصوق اليمنى على اليسرى هي والله يا يبا. البحر يشكل جزء لا يتجزأ من الهوية والثقافة والتراث لهالقطر، ومحور تدور حوله الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وله طابعه الخاص وآدابه ومفرداته وأغانيه اللي تعتبر أحد الفنون القطرية الأصيلة. وفراقك عوض مالي هي والله يا يبا. بحق والله بحق والله بحق والله وعز الدين أنا منكم. حياكم الله مشاهدينا يا مرحبا بكم. طبعا مثل ما شفنا في تقريرنا البحر وأهمية البحر، هذه السوالف اللي احنا راح نتكلم عنها وراح نبدأ حلقتنا فيها ان شاء الله مع اخواني. ومثل ما قلت لكم العين ما تعلى على الحاجب ما شاء الله ما دام هم موجودين. وخل نبدأ مع مديرنا كلنا اليوم ابو سعيد. طبعا اهمية البحر، شو يعني لك البحر وش يعني هالقطر كلهم؟ البحر يعني ممكن نقوله بشكل مختصر يعني بالنسبة لهالقطر يعتبر هو تراثهم، يعني هو ماضيهم وحاضرهم، يعني وحتى يعني ذيك الأيام دولة قطر اقتصادها كان بالأساس قائم على البحر من خلال صيد اللؤلؤ في ذيك الفترة، وما زال اقتصاد يعني قطر بالأساس قائم على البحر ليومنا هذا ما شاء الله، من خلال الحقول النفطية الموجودة وحقول الغاز الموجودة أغلبيتها حقول بحرية تبارك الرحمن. يعني سبحان الله، يعني احنا الحمد لله هذا البحر مرتبط يعني فينا ارتباط وثيق من تأسست قطر. تفتكر يا ابو سعيد احنا لو بعدنا ابو سالم عن البحر تبعدت انت ابو سالم؟ رحت بعيد سافر؟ رحت بعيد. انا قاعد اتخيل الحين احنا في قطر ما فيها بحر، تخيل ان بلد ما فيها بحر شنو حياتهم؟ تخيل اهل البلد اللي ما عندهم بحر شنو حياتهم؟ شنو شكلها يعني؟ والله مساكين ما بعايشين انا اعتبر. مبارك شوف احنا ما شاء الله احنا شبه جزيره. شوف قطر هي عباره عن شبه جزيره. نعم. وشوف القرى كلها اكثريها اغلبيتها على البحر على الاسياب. لكن يعني هالقطار هالبحر وفي منهم هالبر بس الاغلبيه هالبحر. نعم. وعايشين على البحر وخيره. نعم. لا هو يعني اللهم لك الحمد في الصيف كلهم في البحر. وفي الشتاء يا ريال. لا يعني وفي الشتاء في البحر. صيف وشتاء لا تقسمنا. ما نقدر ما نقدر ما لنا بد، هذا احنا في البر في البحر. لكن فائدة البحر، أهمية البحر عند هالقطر أبو إبراهيم يعني احنا ما نقدر نستغني عنه. هذيل هالبر ممكن يروح سبعة أيام عشرة أيام بر، لكن يرجع حق البحر لو يوم واحد حتى في الشتاء. والله نقصر. وهم البحر نفسه. لو طول في البحر
يرجع للبر لو يوم واحد في عشرة أيام. يسوي له غسيل. ما هذه قعدتنا على البحر، عيشتنا من البحر، ربينا في البحر أصلا. تحس جسمك أنت ناقص ملح، تحس إنه ناقص شيء رطوبة. هذا الأكسجين اللي ناقص. تحس إنه ناقص تعب، تحس إنه ناقص زفر السمك أي شيء. البحر بعمر شو يقول؟ البحر. البحر الله يسلمك مصداق حق قول الله تعالى: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وذكر فيها ابن عباس اللي هو حبر الأمه يوم سأل عن البحر قال: الله سبحانه وتعالى خلق 1000 أمة، 400 على اليابسة و600 في البحر. يعني 600 أمة شوفها في البحر. وقبل سبحان الله قبل والحين اصلا كان ينظرون حق البحر اللي هو الكنز الكبير اللي بيغير حياتهم. ولا يومك الربع كلهم يشهدون ترى في ناس عندنا البحر ترى غير حتى مستواهم المعيشي اصلا. هذه نعمه من رب العالمين. حتى بعض الانذار يضرب لك يعني حتى في العلم يقولك والله شلون علم فلان قالك والله علم بحر صح. لان البحر في علم يعني اضعاف البر. البحر في قطر مو عليها القطر بس حتى المغيمين خيره نعم صحيح. يروحون البحر وتسيحون على البحر يعني حتى المقيمين يروحون البحر مو نعم. بهالقطر بس نعم. أو الحمد لله نعمه نعم. من رب العالمين الحمد لله صيد حتى اللي على السيف يصيد على السيف انت قاعد مع عيالك قد خيطك بس نعم والله قد خيطك وش عيالك بين في حضرك بس يعني المقيمين يعني حتى لو قعدوا على البحر صادوا السمك وشبوا واستانسوا ويتكلمون هم نفسهم يتكلمون انه في خير في الحمد لله ما شاء الله السمك شلون كيف يعني يصير هذا اللي احنا نبغي نقوله ونبي مشاهدينا يعرفون ان الحمد لله اهميه البحر شلون هالقطر وحبهم للبحر حتى اللي انا اعرفه ابو سعيد انه ما شاء الله عليك انت دراستك في البحر نعم انا كان الجزء الخاص بالبحث ماجستير مالي ان عملته في على محار اللؤلؤ على المناطق الهيرات الموجوده في قطر بس الدارس ما شاء الله اي نعم كان مقارنه بين مناطق الهيرات ومناطق الساحليه انا في نقطه هنا يعني حبيت اذكرها ان يعني الحمد لله يعني بحر قطر يعني من زمن تاسيس البلد والناس محافظين على ثروة البحر هذه يعني في القديم كانت عندهم أعراف وكان ما في قوانين تلزمهم ولا في مراقبين يتابعونهم ولا شيء بس كانت بين الناس موجودة أعراف استغلال ثروات البحر ما شاء الله يعني سواء كان بالصيد أو سواء كان بصيد اللولو أو صيد الأسماك أو استغلال يعني الثروات البحرية كانت فيها أعراف لو نشوف مثلا كان تجميع اللولو محار اللولو يكون في الصيف ففترة الشتاء هذه ما كانوا ينزلون فيها البحر يعني يمكن لبرودة البحر والطقس ويعني نعم. وشدة الطقس في ذيك التغيير يعني تغيير اي نعم لكن في هذه الفترة سبحان الله يعطي فرصة للمحار الجيل اللي بعده انه ينمو ويتكاثر في المناطق اللي هم ما شاء الله عليك انت في دراستك هذه اكيد انك عرفت كم هير عندنا ولا يعني اكبر الهيرات عندنا اغناهم ما شاء الله هو طبعا انا يعني ما حصلت لي الفرصه ان انا اغوص الهيرات كلها نعم لان الهيرات ما شاء الله كثيره في بحرنا بس انا غصت في اشهر الهيرات يعني مثل بالهمبار والعد الشرقي يعني هذه الحمد لله يعني انا غصت في المناطق ذي على الرغم من يعني انها تعتبر مناطق صيد لاصحاب اللنجات وان فيها قراقير وذي وعليها ضغط الا انها ما زال الهير غني محافظ على صحته ما شاء الله نقول يعني ومحار تعود يعني تحس انه هير حي فيه روح تنوع الاحيائي الموجود فيه بشكل كبير يعني غصت بسعيد هناك اي نعم غصت في المناطق ذي غاص ترى وشاف السمك اللي عنده علم لكن عنده يقول لك غاص وشاف السمك لكن اللي ما غاصل. ما بقايل لك عن السمك اللي موجود لا علم انا ما يبي لي علم عنه يعني المكان ما يبي لك مبارك حتى لو تلاحظ ترى
الحقول عندنا اكثريها ترى في البحر ترى. يعني شوف خير البحر قديم وحاضر الحين ومستقبل ان شاء الله حق الاجيال. ما شاء الله. اي الخير متواصل يعني. لا بس ما شاء الله يعني على الخارطه اللي شفتها ابو سعيد مالت الله يرحمه العسير. الهيرات اللي فيها تبارك الرحمن وفيها اشهر الهيرات. فاحنا عندنا واحد يعني ابو سعيد الله يعطيه العافيه واحد شاهد عيان غاص ابو ابراهيم ويعرف وشاف ودراسته. فاحنا الحمد لله لازم نركز على هذه الاماكن وننتبه له حتى سبحان الله الايام الجايه والمستقبل. مسالم صوبكم انتم فيه. والله انا مثلا بغيت اكمل عن الهيرات. الهيرات يعني سبحان الله من اللي سماها الاسامي هذه؟ لا مساله مو بقصد يعني دراسه ولا غيره، لكن ابهاتنا واجدادنا هم اللي حتى سموها اساميها. نعم. وين احنا يبنى بالهنبار بالحنين ودار المهزم وكل هاي ام العظام، من جابها الاسامي؟ من اللي حطها؟ من اللي بحث فيها؟ هم اللي بحثوا. في ناس بحثت عنها وتاكدت من هنا كان حقيقه صارت. لا ابو سعيد والله يا اخي مر علي بعد ان محاره الشمال من الدوحه ورايح شمال اكبر من جنوب؟ والله هي في المقارنات فعلا يعني هي والله مو في الشمال يعني من الوسط وشمال. ابو ابراهيم شمال صوبكم هيرات محار خير. في هيرات لكن ما حد يروح يبحر عندنا محار. ما حد خلاص راحوا اهله. راحوا مع اهله. راح كان سبحان الله كان رزق انقطع خلاص لان الناس قطعوا. معناته الناس ما اكيد غنيه المناطق ذيك. لان ما حد يروح لها ما حد يبحر لها. ولا اكثر الهيرات هناك والبنادر بعد عندكم هناك ما شاء الله. لكن البنادر متوافره هناك. لكن يعني المحار يتغذى بالاساس يعني بعمليه الفلتره، يفلتر ماء البحر ويتغذى على العوالق الموجوده. بالاساس اللي هي العوالق النباتيه. فلو نطالع خريطه انتشار العوالق النباتيه في بحر قطر وكثافتها، نعم، تجد ان تركيزها من الشمال وجاي تقل ارقامها ونسبها لما انت تنزل كل ما تنزل صوب الجنوب. ما شاء الله. فعشان كذا الهي لو مقارنه المحار الشمال والمنطقه الوسطى يعني النمو ماله اسرع واكبر من الهيرات اللي في الجنوب يعني حتى في الحجم الساحل. في الحجم حتى في الحجم تحصل ثنتين نفس العمر بس هذه اكبر من ذي. ما نخص في الملوحه نسبه الملوحه ونسبه الملوحه تلعب دور بعد. نسبه الملوحه والمصانع والدفان والاشياء. السيف الغربي فيه ولا ما فيه؟ السيف الغربي لو تشوف ما في يعني هيرات قريبه من عند شو اسمه خليج سلوى. إيه؟ لان الملوحه هناك عاليه جدا. اي عشان فما يكون فيه. ولو فيه يكون شو يقول ابو ابراهيم؟ المنطقه الغربيه يمكن ما فيه لان ضحاله البحر هناك. اي نعم. المنطقه الشماليه الشرقيه رق اغزر الشرقيه. الغربيه الغربيه رق. الغربيه رق ما يعتمد على الضحاله والهذا ما له دور. لان انا جمعت محار من النوف يعني الماي لن تحت الركبه يعني من تحت الحصى موجود وتلقط فيه. هو بالاساس يعني الملوحه تلعب دور رئيسي في عمليه تواجده وانتشاره ونموه بعد. هذه البدايه تعريف على البندر وعرفنا اهميه البحر. فاصل صغير وراجعين لكم لا تروحون بعيد. حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم رجعنا لكم. الحين عندنا تقرير وراح يتكلم عن مواسم الصيد وراح نرجع عقب التقرير ونتكلم مع الاخوان عن مواسم الصيد وأهمية الصيد في هذه الأوقات. خلكم معنا. ما ربنا أضل منها، لكن الاسمك 100% ما تلا في الوقت اللي محدد لها. شوف الحين القير بيان القير هاي اللي كان عيد لو تدورها ما تلقاها، يعني وين تروح ما يعلم به الا الله.
يوم عندي وقت الصري اللي وين ابتدت في الليل وياك جات كان عندي ها قال والله صادف فلان اثنتين وثلاث قال يا بينت هاي كلمتنا عاد احنا هنا الاولين احنا كلمتكم الحين ما ادري ايش تقولون ها قال والله اليوم بينت كان عندي فلان صار اثنتين وهاي صار ثلاث وهاي صار اربع والله فرحنا وشلون يعني تحس ايش نزل في قلوبنا من ياتي بنت رزق الله منها ناكل وبنبيع وبنقسم لو واحد مريض يبي له دواء في نيسره ما يحصل في النيسره ما تحصل ووقته لا اله الا الله محمد رسول الله من الكيلو 50 لين 20 لين 10 يعني تنترس قطر كل ابو وكل مكان يجيبونه لكن وقت اللي وقت اللي مو وقت استغفر الله ربي اتوب اليك لو تقول حق واحد فلان مريض يبي نيسره ما يقدر يجيب لك اول ما يبتدي تويبع يجينا القبقب قال والله الحساب اللي حسبون خالي حسن عبد الله الهيل الجماعه الكباريه هذه قال يا اليوم تويبع يجي القبقب بيكم القبقب تستانسون نحس في قلوبنا مثل الانس مستانسين حياكم الله مشاهدينا طبعا مثل ما شفتوا التقرير واللي تكلم عن التقرير الوالد طبعا الحمد لله معناته بحرنا عندنا صيد في كل المواسم من اللي بيكلمني عنها اخواني اللي موجودين ونبدا من عند وحش المنقف عند ابو سالم يلاحق الموسم ويلاحق السمكه في كل وقت والحين الحين شنو الوقت عندك يا ابو سالم هذا الوقت احسن وقت الحين شنو عاد خل مشاهدينك يعرفون الحين وقت كل سمكه زينه بس بدون الحبل ما يبي عن عاد نرجع على الحبل ها شكلك ما تبي تعلم انت لا ويقول لك بدون الحبل الحين بدون الحبل ما يقدر يقول وقت حبل بدون الحين سمكه الله يسلمك يعني مو بكل سمكه الحين زينه شيء منها تعبان من الحبل طبعا تضعف القبقب نعم. والقرقفان والينما هاي الحين بعض الاسماك الحين ضعيفه شوي احنا نبي نتكلم عن الصافي نبي نتكلم عن المواسم متى التويبع متى النيسره متى الخثاب القبقب متى ام حبل الشنعده متى تيك يعني هذه التويبع هم القبقب والخثاق مع بعض بس هم على قولتهم تويبع يبون قبقب في البيض بالبيض خذاك بعد البيض لا لكن تويبع تعال على الحصى تلقاه اي وليه يومك هاي الخذاك موجود ابو ابراهيم جاهز حق النيسره والنيسر ان شاء الله على الطريق اكل نيسره ها احنا شغلتنا المافير على الطريق حق النيسر شغلتكم في المافير المافير ننصب في المافير نيسر حق النيسره نعم يعني جاهزين انا سمعت ان الشهر الجاي ان شاء الله تقريبا ان شاء الله هي البوارح في البوارح النيسرة أول البارح الصغير والبياح كلها في البوارح فتنصاد النيسرة في البوارح تنصب لها أو حضور من المنطقة الجبلية يمكن زرت أنت الأسبوع اللي راحت أي نعم تبين النيسرة هناك قبل من جبل وشمال وتنازل زين السيف الشرقي وطالع هناك المافير هاي كلها عندكم هذه انصابة هاي انصابة نعم لكن احنا اللي شفناه أمس واللي بنصيد الشهر الجاي الحضره نعم الحضره تبين قبل انصابه تبين قبل نعم احنا شفناها امس بس شوي يعني توها بدايتها من جبله تبدا من جبله اقول من جبله زب بسعيد بحكم ما شاء الله وظيفتك عندكم طبعا المواسم عندكم شهور تمنعون فيها الصيد او تنصحون مرتادين البحر انهم ما يصيدون في هالوقت. احنا طبعا مبارك في الاداره عندنا قسم بس مختص في البحوث
الخاصة بالثروة السمكية. يعني جميع الأحياء الاقتصادية، لو بدأنا قلنا القبقب والأسماك الاقتصادية أهم، يعني سوينا نحن دراسة على أهم 10 أنواع اقتصادية. 10 أنواع؟ أي نعم، من ضمنها الشعري والهامور والكنعد والبدح والقفان والصافي. فهذه يعني كلها عشان نحدد مواسمها، والقبقب نفس الشيء بعد احنا يعني، لان هاي اللي عددت بسعيد اكثرها يعني كلها طول السنه. اي نعم، هاي طول السنه موجوده، بس في بعضها يعني في عليها يعني مخزونها، يعني احنا ما نتكلم عن مخزون السمكي بشكل عام، نتكلم عن مخزون لكل نوع من الاسماك. نعم، يعني احنا هذه لازم يعني كنا نبحث فيها ونتطرق لها، لان كل يعني تقريبا بعض الانواع لها طرق صيد خاصه فيها. نعم، يعني الصيد الكنعد يختلف عن صيد الشعري، يعني اسماك القائيه تختلف عن اسماك السطحيه. فبالتالي احنا يعني من خلال الدراسه هذه في بعض الانواع في عليها تهديد، فالاداره بدات تاخذ بعض الاجراءات القانونيه، يعني بحيث ان للمحافظه على هذه الانواع وضمان استمرارها للاجيال القادمه. من ضمنها الكنعد، في حين قرار مشترك بين جميع دول مجلس التعاون أن يتم إيقاف صيده لمدة 2 شهر، من 15/8 إلى 15/10. السنة كلها شهرين؟ السنة كلها 2، أيوة. فهذه كل الدول إن شاء الله، كل دول مجلس التعاون راح تبدأ في نفس الفترة من 2015 بإذن الله. 2 يا أخي، ما عليه 2 بس. شهرين وقف عن صيدها. الوقت ترى أبو سعيد أبو عمر ما شاء الله عليه، ولا قصور بالحاضرين. هذه يعني بالنسبه للكنعد، واحنا اسماك ثانيه بعد يعني احياء اخرى حتى اخذنا فيها اجراءات، مثل صيد القبقب بعد انه لمده 3 شهور اللي هي وقت يعني التزاوج او ان تكون البيض في الاناث. هذه نزلنا فيها قرار بعد لمنع صيده ومنع صيد الاناث في الفتره هذه. متى منع صيده بالشباك؟ متى منعتوا صيد القباقب؟ من كم سنة يعني؟ الحين تقريبا هذه السنة الثالثة. السنة الثالثة. اي نعم. شلون شفت اقبال الصيادين وياكم، او شلون ردود افعالهم ابو سعيد؟ والله الصيادين طبعا احنا يعني اي قرار يعني الادارة يعني تعزم على اصداره، اول شيء لازم يكون مستند لارقام. نعم. ودراسات يعني تثبت الايام او الاشهر اللي احنا راح نمنع فيها الصيد هذه. اذا انت ما عندك حجه ما تقدر ان انت يعني تبين للناس اسباب انت صدورك للقرار هذا، لازم يكون عندك حجه قويه. هذه الشغله الاولى، العمل الدراسه. الشغله الثانيه ان احنا نجتمع مع بعض الصيادين. نعم. يعني نحاول ان احنا نجلس معاهم ونقعد معاهم ونفهمهم ونطلعهم على الدراسه هذه والنتائج. بس بعضهم هم يخبروننا بالتنظيم هذه قبل تصدر الدراسه ذي، ما يتذمرون لانهم عندهم علم وخبره في مواسم هذه الانواع. نعم. ويقول لك ان هذه فتره لازم ان الاداره تاخذ اجراء في منع صيد هذه النوع من الانواع ذي، لان هذه موسمها. وفعلا عقب الدراسه يثبت كلام يعني بعض الحين احنا ابو سعيد نقول 3 سنين صار لكم طلعتوا قرار، شلون شفتوا اقبال الصيادين على القرار؟ في البدايه طبعا ما راح تلقى مثل ما قلت، لكن بعدين الحمد لله يوم شاف عقب سنه ما في صيد خاص القبقب، يعني ما في صيد خاص القبقب عشان يصيد جائر. يعني هذا بالنسبه للقبقب، احنا في اشياء اخرى يعني حتى مثلا ما في صيد خاص انك اكون ناس صيد بس قبقب. يعني لا في في عندنا ما لا في هلا والله يا ابو سالم، والله يا ابو سالم ما قلت غزول بيضرب في لا 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 احنا ما بس في ناس تعنى حق القبقب اللي في المساكر مثلا. نعم. هذه اللي تلقيت منها. لا مو بالمسكر، المسكر يهون. في قراقير خاصه حق، في قراقير خاصه بعد حق القبقب صح؟ أي. لا القرقور احنا ما عندنا مشكله فيه ناصر، المشكله في الغزل. الغزل القرقور، لان ليش؟ انا بصيده حي، ولو صاد اناثي فيها بيض يقدر يطلعها ويقطها بالبحر مره ثانيه. الحين انا كصياد اي مكان يوجد فيه قبقب ما قطع اصلا. نعم. عليه غزول ليش؟ ما بنتشف فيه اصلا. وين شا بنتشف وش اسوي فيه؟ تشوفه قدامك البكر ذي وبعد تقط عليه. ما تقط عليه. ما تقط عليه زين. هاي تلقى صيدنا قليلين فيه. هذه بالنسبة حق القبقب. احنا ذكرنا الكنعد وذكرنا القبقب، طبعا الكنعد هاي صارت دراسة بين مشتركة بين جميع دول مجلس التعاون، وطلعنا بهالنتائج يعني. ما شاء الله. وفي النتائج ان شاء الله تبشر بخير.
لا والله صراحة بالنسبة لشنعد ما تبشر، يعني نكون صريحين، شنعد مخزونة في عليه تهديد كبير يعني، فعشان كذي الدول كلها اجتمعت. منعتوه بالمنصب ولا الخير؟ لا لا بالمنصب طبعا، المنصب هو اللي يصيد الصيد الـ يعني هاي اللي يقول عنه ابو سالم الصيد الجار، يعني هو المنصب. والله المنصب يعني في وضوح، يعني احنا ليش قلنا القبقب؟ اذا في ناس صيادين القبقب واضح انك تروح توقفهم في الصيد الوقت اللي انت تبيه. الشنعد بعد واضح، مثلا اذا جيت انت قلت لي والله من من 15 8 الى 15 10، 15 8 اصلا ما حد يقدر يقاسل حق الشنعد، ممكن اول 10 اخر 9، 15 9 ممكن. ايش طلع يا ابو سيد بالنسبه حق الشنعد؟ يعني في خطر عليها؟ هو طبعا وصلت مرحله الصيد المفرط اللي احنا نسميه، احنا في عندنا تصنيف بالنسبه للصيد، في الصيد المثالي وفي الصيد المفرط. يعني هذه الصيد المثالي هو افضل صيد. زين عطنا اخوي الصيد المثالي، خلنا تطمن شوي على يعني الحمد لله في بعض الانواع. احنا ما نبي شيء، احنا نبغي الشعري مثالي. الشعري لا، المنطقه الوسطى نقول نسمي المنطقه البرتغاليه، يعني لا هي الحمراء ولا هي الخضراء. الحمد لله يعني الشعري والهامور. لا احنا بحرنا يا جماعة والله بخير، يعني الشعري والهامور. اي نعم، هاي يتطلب منا ان احنا يعني بعض الاجراءات عشان ان يعني نحمي المخزون، نحمي المخزون النوعين هذين، يعني ما نخلي انه في المنطقة هذه انها تعتبر منطقة آمنة. هي ما تعتبر منطقة آمنة. نعم. اذا الا اللي احنا لازم نزيد الاجراءات اللي تحمي هالنوعين خاصه في مواسمهم. زين ابو سعيد، فبالتالي احنا اخذنا اجراءات، يعني لو احنا اللي هو تقليل الصيد، تقليل جهد الصيد في فتره تكاثر هالنوعين خاصه اللي هو شهر 4 و5. 4 و5 اي نعم، ان احنا خلينا طلعات اللنجات لانه يعتبر من اهم مصايد القرقور. الحين الله يطول عمرك ويهنون مشاهدين والحاضرين، اخوانك المشاهدين يبون يعرفون، زين يبون يتعاونون ويانا ان شاء الله، شنو نصيحتك انت؟ شنو اللي تبغي يسوونه؟ وبالاخص النواخذه هم هل البحار اللي يروحون يصيدون؟ احنا نصيحتنا بسيطه جدا، يعني وحتى تطبيقها من اسهل ما يمكن، اللي هو بس الالتزام بالقرارات اللي تصدرها الاداره. يا اخي وقف عن محب، لا تيس تلفح حق الشنعد علينا احنا هالقطر. وقف، حرام عليك الهم. يروح يلفح حق محب، ما في تشجيع. تعال وقف، انا لا بصياد شنعد ولا شيء. زين ما تلفح حق الشنعد؟ لا ولا نلفح. ها؟ لا. ما في تاثير اعتقد. ما ياثر اللفاح. ابو سيد؟ اللي ياثر هو الخيط، ما في تاثير. هو من حسب الدراسه اللفاح اللي اكثر تاثير اللي هو المنصب. ايه؟ المنصب واللي هو العينه اللي يصيد الخباط. بعد اللي يصير الخباط الصغير، يعني الساعي والاشاري لازم قايش، يعني تعطيهم المقاسات اللي اكبر من الخباطه مثلا. اي الساعي يعني والاشاري خباطه قوم نسميه قوم. لان المشكله في ان هذه يعني خلت ساعي وخباط اشاري، الكميه كبيره جدا من هال اللي تنصاد من هالاحجام. انا مساعد، فما يعطونها فرصه انها توصل للنضوج الجنسي وتعطينا بعد جيل. مساعد اشرت على ابو سالم، يعني انا ما اقول ظلمته، لكن اقول انه اعرف انه ما شاء الله عليه هو يصيد الصيد المفرط، لكن هذا اللي على يمينك لا اتق الله يا شيخ، هذا بعد يروح يغاوص حق الشنعده ويلاحقها من مكان لمكان. هو طبعا المغاوص والخيط، يعني هذا اللي بيصيد يعني بالحبات، يعني الصيد اللي هو اللي عليه المشكله اللي هو الصيد بالشباك. بالشباك يعني الشباك هذا اللي يصيد لك بالكميات بالروس، هذا راح يعني اذا كوناسه ولا شيء بتملك 4 5 ساعات يمكن يصيد لك واحده ولا ثنتين. ابو سعيد احنا بنطلع فاصل صغير وبنرجع لكم، لا تروحون بعيد، خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم، رجعنا لكم عقب فاصل صغير. الحين راح نتكلم ونتناقش في موضوع ثاني، والموضوع يهم كل مواطن ومقيم على أرض الحبيبة قطر، على بلادنا، وهذا الموضوع طبعا
احنا سوينا تقرير نبيكم تشوفونه ويانا وبنرجع نفصل فيه وان شاء الله نطلع بفايده لنا ولكم. خلكم معانا. صيد السمك من النشاطات اللي مارسها أباءنا وأجدادنا لسد حاجتهم اليومية من الغذاء، وعلموها للأبناء، وما زاد عن حاجتهم كانوا يقسمونه على أقربائهم وجيرانهم. الأسماك المنتشرة في الأسواق القطرية في أيامنا هذه باختلاف أنواعها تعد من المصادر الرئيسية للغذاء لأهل قطر. الاعتماد على الله ثم على السمك، لا نخل لا شيء ناكل منه، ما عندنا غير يد الله والسمك والغوص، ما عندنا شيء غير السمك. يحطون قعود حريمات والسمك حواليهم محطوط في جفير، ما عندنا بعد كيلو مثل الحين، كم الربعة هالشكل. شوف اللي عجبك منه، مصفوفين أربعة خمس حريم، شوف السمك اللي عجبك وتقول لك بهالكثرة أنا أبيعه. فكل الله أدري لي كياس ثنين ربعة، هاي كلام الأول ذرة الحين كيالو عدري فان. الأسماك المنتشرة في الأسواق القطرية في أيامنا هذه باختلاف أنواعها تعد من المصادر الرئيسية للغذاء لأهل قطر. أكثر الأسماك كلها تجي طازة يعني مباشرة، لكن اللي في السوبر ماركت تحصلها يعني مخذ يومين ثلاثة، وهنا يعني نسبة أرخص من السوبر ماركت، وفي أنواع كثيرة، وفي يعني كل واحد يعني يعارض أسعار، فأنت من كثر اللي موجودين يبيعون هنا يعني تشوف الأسعار اللي أرخص حق الشخص وشوف النوع الفريش يعني. احنا بيئتنا يعني اكثر شيء بحريه، فالجماعه تحب القطريين يحبون ياكلون الاسماك، وما شاء الله الانواع كثير عندنا من الاسماك، وكل واحد وكل ناس يفضلون حاجات يعني. هني تبدا الاسعار اما في الارتفاع او في الانخفاض حسب الكميات الموجوده وانواعها، كما ان بعض التجار يلجؤون إلى بيع أسماكهم عن طريق المزاد. صراحة أشجع الناس يجون يشوفون بنفسهم هنا، لأن الواحد اللي يجي شاف يحصل أنواع كثيرة غير اللي موجودة في تنباع في المحلات السوبر ماركت. وهذه المفروض أن الشباب والصغار يجون يعرفون حتى أنواع السمك، لأن في ناس كثير ما يعرفون أنواع السمك، فولج هنا مثلاً جمعة أبوه أو جمعة جد وشاف أنواع السمك وقام يقول له هذه نوع اسمها كذا وهذه اسمها كذا، فيكون عنده فكرة يعني. حياكم الله مشاهدينا، مثل ما شفتوا التقرير طبعاً يتكلم عن الكبرة وعن سوق السمك، راح نتجول في كل مكان من مسعيد الوكرة الخور الشمال حتى مباب هناك ودخان، وين ينباع السمك وش كان قبل وين كانت شبرتنا قبل الشبرة. نسأل أخونا العود مسالم، وين كانت الشبرة قبل؟ يطلع عليك والله شبرتنا قبل، أنا حضرت حتى بعد في بعد فيها سمك، بعت فيها. اي نعم، كان هني عند البريد مكان الكورنيش عند البريد، وكان جنب سوق الخضرة وعند المالية، يعني مكانها على السيف. على السيف طبعا، وحدة البحر. وحدة البحر هاي مكانها الصحيح. سمعت اللي يقول يوارج، ولا ما يوارج؟ يوارج الحين يودونها البر، ما ادري بعد اللنجات، باقي اللنجات تروح بر، تركب هناك تنزل سمك، نروح هناك نودي سمك. غلط البر، مع الفكرة أنها هناك في البر. لا طبعاً، هي السوق استوى في ذيك الفترة، يعني السوق الحالي الموجود
تم انشاء من سنة 83 تقريبا. نعم. افتتاحه سنة 83. في ذيك الفترة حتى حجم الانزال يعني على حسب الاحصائيات الموجودة عندنا اللي هو ما كان يتعدى في السنة 4000 طن. 4000 طن. ايوه. الأول. في ذيك الفترة يعني. نعم. السوق تم تأسيسه على استيعاب هذه الكمية. نعم. انها تتواجد فيه. الحين احنا نتكلم عن يعني من 13000 لين 15000 طن. ما شاء الله. يعني اربع اضعاف الكمية اللي كانت موجودة في الثمانينات. نعم. وما زال السوق بنفس الحجم ونفس السوق ما تغير. ونفس المكان. ونفس المكان. فاحنا يعني كلنا نطمح الصراحة انه يكون هناك يعني سوق يمثل حضارة الدولة الموجودة الحالية الحين. يعني اللي هي من البحر يا ابو ابراهيم على طول عندكم. نعم. ما يتعطل ما يتعطل. الجبرة والسمك عندنا مربوط. وينزل سمكه ويتوكل. نعم. على الله. وتي انت واثق بكل ثقة وتاخذ سمكتك حية ما شاء الله ما تقول مال ثلاث ايام اربع ايام. بس سالفة حية ما انت ما تحتاج تحط في ثلاجات. ما تحتاج تحط في سيارة تنقل السيارة. ما تحتاج دريول زحمة بتسوي مشاكل انت على الطريق. سيارات بتنطلق من الوكرة على الصناعية كم سيارة في اليوم؟ انت لي اختصرت حتى مصاريف البحار بتقل. اذا يبي سيارة يبي يحطها في ثلاجات يبي يحطها في ثلاجة بعد سيارة وفي نفس الوقت يزيد كمية الثلج. فعلا. انت بيه الطراد يطابق ويه اللنج يطابق ونزل من السجمة من اللنج على طول على على على, على سطحه. أوفر. ما قاطع سالفتك. أوفر طبعا. ما قاطع سالفتك. هذه أنا أتكلم عن طراريد. أما اللنجات نفس المشكلة ما تنزل له في الدوحة. اللنجات. لأن الشبرة في الفرضة ما تكفي يعني سمك اللنجات أكثر من طاقة. فرويس. فرويس. اللي فرضة يعني ترويس. عندكم اكتفاء ذاتي على حق منطقة الرويس والباقي يترحل الدوحة. حق منطقة الشمال كلها. نعم في اكتفاء. والباقي يترحل. يترحل الدوحة. اللنجات ما تنزل. أنتوا هالوكرة تعاملون. بسعيد المشاريع الجاية يعني ما في إن شاء الله إن إحنا نقول. مستقبليين الله الله في الواقع ورؤيه قطر الله الله في الواقع يا جماعه الواقع يعني نظره يعني خاصه صراحه لا احنا نتكلم الحين عن الدوحه ابو سالم ان نقصد الشبره يعني. هو ابو سعيد ما شاء الله هم عندهم يعني الافكار هاي والخطط هاي هذا نقول له انه يعني عارفون معاناه السياره احنا نقول يعني ان شاء الله في خطه مستقبليه في شيء والله نتامل احنا انه يكون في يعني احنا من خلال مراسلاتنا مع الجهات المختصه في الدوله المسؤوله عن يعني اللي هو بناء الاسواق وتنظيمها وكذا يعني ان المشروع موجود ومطروح بس يعني متى بتنفذ واتوقع انه راح يكون معلم ان شاء الله والله ان شاء الله هذا احنا اللي نتصوره يعني هل احنا موعدين فيه والله الحمد لله, الله يعني وخاصه المنطقه الشرقيه كامله في قطر يعني بامكانك تستقل اي مكان صيف على البحر يكون عليه معلم حلو ما شاء الله سواء حق الصيد استيراد توريد اي شيء تبغي تسويه بيكون موجود هناك هو ابو مبارك طبعا الاسواق اسواق المركزيه للاسماك يعني في اغلبيه دول العالم هي تعتبر حتى جزء منها يعني مزارات سياحيه يعني حتى السواح وهذا يعني يحبون يشوفون المناطق هذه وطريقه البيع وتداول الاسماك شلون انت اذا بتشرح حق الطلبه انت اذا بتشرح حق طلبه بعمر بصفتك انت يعني واحد من اللي في المجلس الاعلى انت اذا بتودون الطلبه عندكم ما تودونهم على الاقل ترون انواع على كان عندنا الحاله كان موجود طلبه حتى من الطلبه الهنود والانجليز شفناهم يعني بباصاتهم جو وكان بس بدون سوق بدون سوق زمن نعلمهم يكون مكان الاسماك اللي موجوده عندنا اصلا اسماك الخليج يعني هذه يعرفونه بس في سؤال حق ابو سعيد صراحه شوف احنا احسن سوقين اللي انا اشوفهم نفس اللي هي الشمالي الشمال الخور موقعها زين لكن فيها تصميمها ما كان ايوه هل لها شيء والله ان شاء الله يكون عليها تطوير يعني بحيث انه يكون مغلق ومكيف بالكامل يعني لان اشوف في الشتاء لان الاجواء ما عليها كلام لكن في الصيف الحين طبعا احنا طلعنا من رويس منطقه الشمال وجينا على الخور الامور طيبه الدوحه شبرتنا طبعا في البر ان شاء الله نتامل خير باذن الله وبلادنا وحكومتنا ما راح تقصر راح يصير عندنا
بري بحري. اليتيم هذا يشتكي. شلون شبرتكم؟ والله احنا اني وايد ما عندنا شبره، ما يعتبر شبره، لان شبره الوكره معناته بس مال الطاريد اللي ينزلون حق الطراريد. ما تكفي. كم لنج يطابج عندكم في الفرضه؟ ما ادري 400 لنج يمكن. 400 لنج؟ اي تقريبا 400 لنج. ويمكن عندهم خبر لكن ما سوق سمك، سوق سمك يعني سياحي ويستفيد منه يعني مناطق مثل مسعيد والوشير والدوحه. نعم. ما عندنا استفاده يعني من السوق. زين ما كلموكم بسالم، انت بصفتك واحد ما شاء الله عليك. هم عندهم السوق الشمال يسوون لنا السوق الشمال. لا لا يعني ما قالوا لكم من اللي عندكم؟ اللي قالوا لنا كله ان شاء الله في المستقبل. ايه لا في يعني عندهم مخطط. بس احب هنا يعني شو اسمه اشير لنقطه، الموانا الصيد في السابق كانت تحت إدارة اللي هي في ذيك الفترة هيئة الجمارك والمواني. نعم. وبعدها الهيئة يعني تقسمت، صارت الجمارك في يعني راحت تحت وزارة الاقتصاد أعتقد، والمواني صارت شركة. صح. بعد ما صارت شركة احنا كإدارة الثروة السمكية صراحة طلبنا أن يكون إشراف على موانئ الصيد من قبل إدارة الثروة السمكية، ورفعنا مذكرة بهالخصوص وتم الموافقة عليها. يعني احنا تقريبا انا اقدر اقول لك ان احنا حاليا نشرف على موانئ الصيد واستلمناها يمكن من 4 أو 5 شهور. صح. فمن اول احنا ما استلمناها بدات الاجراءات، ممكن الاخوه لاحظوا حتى التغييرات. واتمنى تكون محصوره عندكم يعني عشان واحد كيف يتواصل. وبدانا حتى المراسلات مع هيئه اشغال بتطوير ميناء الوكره وتوسعه ميناء الخور، والشباب بعد يعني يمكن الشباب لمسوا هذه الشغلات من خلال موانئ الصيد، انه صار فيها شوي حركه، صار فيها شوي تنظيم على الموجود الحالي. لكن يعني احنا نحاول نجتهد بالامكانيات المتاحه. لا جزاكم الله خير. الحركه اللي سويتوها ايدناها، ايد الحركه هاي، لان هاي صراحه مطلوبه، لان صيادين اللنجات خاصه اللنجات كثروا علينا التكاسي، قاموا يسمون التكاسي. طاريد صغيره هي تجيب لهم السمك وتودي ثلج، تودي روشن، تودي البحاره وتجيب البحاره. سووا زحمه وسووا حوادث. ابو ابراهيم، السمك اللي عندكم مو في الجبره، في مو في رويس، هني في الدوحه. تشوف السمك اللي عندنا في الدوحه واللي يجينا من الخارج، ايش رايك فيه؟ بس اعتقد اللي من الخارج ما موجود في الدوحه. اي نعم. هذه يعني مش متوفر بعضها في الدوحه. كله اجنبي. الربيان وال اغلبيه اللي يجي يعني تتركز في 3 انواع، اللي هي البلطي والربيان والعومه اللي هي السردين. هاي اكثر انواع اللي هي تجي من برا. بس ما شاء الله ابو سالم، يعني ابو سعيد، يعني هني انت وفرت حق المواطن والمقيم. يعني الحمد لله صار عندنا اكتفاء. اي نعم، لان مفهوم الامن الغذائي ما يكون يعني يكون للكل، يشمل الكل، جميع المقيمين على يعني ارض قطر. هذه الامن الغذائي لازم نوفر الغذاء للكل، للكل الموجودين في على ارض قطر. ما شاء الله. فبالتالي يعني بوجود الناس على حسب الجنسيات والثقافات، تختلف كلا على حسب ثقافته في اكل الاسماك وهذا. في يعني مثلا الاوروبيين يعني يقبلون اكثر على نوع السلمون وعلى السيباس والسيبريم، هالانواع اللي هي الاوروبيه. نعم. الاسيويين وبعض الاخوه العرب السردين يقبلون على البلطي، يعني اسماك انواع البلطي هاي طبعا. نعم. هي من يعني يفضلونها عن باقي الانواع الاخرى. العومه اقصد انا حق والعومه بعد الاسيويين طبعا. نعم. يقبلون عليها. ابو عمر شو يقول حق ال انواع السمك اللي تشوفها في المجمعات مثل ما قال ابو سعيد؟ يعني ما شاء الله والله كل شيء متوفر، بس بالنسبه حق الاسيويين يمكن ظلمناهم، ما في ثعابين اجوا.
والله في يبون بس تروح سوبر ماركتات يعني الهايبرات اللي تابعه لهم اللي يتواجدون فيها بكثره يعني. بتحصل هالانواع موجوده وللاسف المفروض يكون ما في سمك من برا يعني. احنا ترى لا 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 بس لا لا انا ضدكم في ذي انا اقول لك سردين ربيان أيوة. بس نبي ربيان عندنا الكارفة. عندنا السردين لحظه اوكي البلطي ايش حاجته في البلطي يعني شنو هو ربيان في اقبال عليه لا 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 البلطي غلط يجيبون ها غلط احترم احلى احلى قلنا احسن السمك احترم رايك بس في ناس يا ابو سعد انا بقول لك يعني انا مثلا اذا قلت والله احنا ما نصيد الربيان صح يجيب الربيان لكن صار الربيان احنا يبونه من وين؟ زين الحين تدري البلطي وين البلطي مزروع عندنا في قطر مزروع زرع الحين عندنا في قطر مزروع ما شاء الله والله عندنا مزارع هالقطر ما شاء الله ينتجون بس على ايدك ان شاء الله على ايدك على هاي الشيء عموما مبارك لبيه لبيت هادي يعني لو احد ما يعترضنا الثروة السمكية ننزل سمكنا في سوقنا. واللي يروح يروح والباقي احنا نتصرف فيه. الباقي؟ نتصرف نصدره. صدرونه. ان شاء الله. لان احنا نعاني ننزل ننزل للسوق وما في سوق، سوق تعبان. اكتفى. واليسار الاكتفاء انا ايدي صراحة ايه أنا اوكي لان انا كصياد ما اعطيتني حقي. تقول لي والله تعال خلاص بعنا سمك سمكك انت باقي ثلجه. لا انا بصدره انا بستفيد كل اللي اقوله اشكر كل من ساعدني ووقف معاي خلف الكواليس واللي امام الكاميرات اشكر اخوي العود ابو ابراهيم بيض الله وياكم وما قصرت الله يجزيك خير ابو سالم الله يعطيك العافيه وما قصرت وفالك طيب جزاكم الله خير ما انتم ما قصرتوا وتعبتوا جزاك الله خير ابو سعيد رحم الله والديك وما قصرت طول عمرك وانا تشرفت بوجودك لي معانا الشرف الله ابو عمر الله يعطيك العافية وما قصرت الله يرضى عليك دنيا واخرة إذن مشاهدينا هذا اللي عندنا هذا برنامج البندر وصلنا لنهاية حلقتنا نشوفكم بإذن الله إن الله جعلنا من الحيين الأسبوع الجاي ومع السلامة.